اهلا طيب وسهلا. مازن، حدثنا عن آخر المستجدات الميدانية والتطورات التي تجري في البصرة. نعم، ليلة عنيفة شهدتها البصرة ليلة البارحة بعد اغتيال أحد القياديين في سرايا السلام في محافظة البصرة. تبعتها اشتباكات مسلحة بين عناصر من التيار الصدري ومن عصائب أهل الحق، استمرت حتى فجر هذا اليوم والساعات الأولى من الصباح، رغم أن محافظ البصرة أمر بانتشار القوات الأمنية في المدينة ونزل قائد العمليات شخصيا ومحافظ البصرة إلى المدينة وتجولوا في عدة مناطق، لكن يبدو أن هنالك بعض المناطق كانت تشهد مسرحا لعمليات ومواجهات مسلحة، خصوصا منطقة القصور الرئاسية التي تضم عدة مقار للحشد الشعبي. ايضا محافظ المدينه على يعني بعد هذه الاشتباكات سقط عدد من القتلى، اثنان من سرايا السلام واثنان من عصائب اهل الحق، وهنالك اصابات بين المدنيين وبين عناصر القوات المسلحه يعني من سرايا السلام ومن العصائب. هذا ادى الى ان يعلن المحافظ اليوم حدادا على أرواح الأشخاص الذين سقطوا في هذه الاشتباكات وعلى أرواح شهداء العراق حسب وصفه. بالإضافة إلى ذلك، بعض المؤسسات الحكومية كمديرية الماء والمجاري أخلت الدائرة من الموظفين، وكذلك بعض المصارف الأهلية، خوفا من تجدد الاشتباكات والانفلات الأمني الذي يصيب المدينة، وربما تتعرض هذه المؤسسات إلى الاعتداءات ويسقط عدد من الضحايا. شكرا لك مراسلنا مازن الطيار، كنت معنا من البصرة.